مع حلول شهر رمضان تعاني شرائح اجتماعية واسعة في العراق من أزمة ارتفاع الأسعار المستمر، والتي قللت من فرص التبضع في الشهر الفضيل بسبب الأزمات الاقتصادية الداخلية والخارجية المقترنة بالفساد وسوء الإدارة. أزمات تواجهها حكومة الأحزاب في بغداد بقرار صرف مبلغ 100,000 دينار فقط، أي ما يعادل 70 دولاراً أمريكياً للفئات الهشة لمواجهة ارتفاع الأسعار، الأمر الذي أثار سخرية واستياء واسعين في الأوساط الشعبية. ما هاي مو منحة، هاي جدوى، يعني المواطن مو بحالها. 100,000 شنو ايش راح تسوي؟ يعني هسه حضرتك إذا تريد تروح للسوق إذا تأخذ لك حاجة منها صارت هاي 50,000، هل 100,000 تكفي شهر أو على طول الأشهر لو منحة واحدة بس 100؟ أريد نفهم هذا. ما يثير السخرية أكثر بحسب ناشطين هو أن منحة 100,000 دينار لا تشمل جميع فئات المجتمع الفقيرة أو المعدمة. صرفت 100,000 دينار للموظف وللمتقاعد للرعاية، لكن الفئات الأخرى لم تشمل بهذا المبلغ. لا توجد نية خالصة، نية حقيقية في دعم المواطن من أجل تمشية أموره المالية والاقتصادية نحو الأحسن وتحسين وضعه المعيشي. وفي ظل قرارات حكومية مثل هذه يتساءل آخرون عن مصير فائض ارتفاع أسعار النفط الدولية، والتي من المفترض أنها تصب في صالح واردات العراق التي لا يعرف مصيرها حتى الآن. مو كان مضحكون على هالشعب المسكين صار لكم سنين من 2003 لحد هذا اليوم، فكروا بحلول جذرية. مو كان ما ترقع أنت تطي لك 100,000 دينار عود إذا وافق مجلس الوزراء واجتمعتوا وصرفتوا مليارات على اجتماعاتكم حتى تقررون هاي المية. هاي المية أجمعها أذبها على البطاقة التموينية. واردات مالية مجهول مصيرها، وموازنات انفجارية لا يعرف أين تذهب، يقابلها بنى تحتية مدمرة، وأزمات اقتصادية ومعيشية، متغيرات الثابت الوحيد فيها هذه المشاهد.